يعني احنا كان في نقاش مع وزير البترول من يومين على موضوع السوداش، على موضوع ايهاب السوداش السوداش، فقال لي ان واحنا كنا الكلام ده فتحناه قبل كده في مش كده، لا لا لما ساعات لما كانوا بيتكلموا المستثمرين على ان احنا في بعض المنتجات اللي بنطلعها او اللي محتاجين نطلعها اكتر عشان ما نستوردهاش من بره. عشان ايه ما نستوردهاش؟ طب ليه مش عايزين نستوردها من بره؟ اولا عشان نشغل ناس في مصر، يعني بدل النهارده انا مشتري المنتج ده من بره، طب انا اعمله عندي والناس في العماله تبقى عماله مصريه، وبدل ما انا بدفع دولار عشان اشتريه هشتريه بالجنيه المصري. تمام. وكل ما انا اطلع منتجات، وانا بقول الكلام ده لينا كلنا، للرجال الاعمال وللمستثمرين وللحكومه وليكم، كل ما هننتج مواد بنجيبها من بره كل ما الضغط على الدولار يقل. الفكره يعني انا بسمع كلام كتير يقول لك ايه، انتوا ارجو ان انتوا تخفضوا من المشاريع القوميه عشان تخففوا العبء على الايه، على الدولار. لا يا جماعه، لا